بيبي، يلا عشان المدرسة، يلا يا ضنايا، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. انت يا بنت يا مزغودة سايبة اوضتك يا بنت وجاية نايمة هنا في اوضة اخواتك؟ ما تقومي يا مزغودة. يا طيب اصحى يا طيب، ولا يا طيب قوم. صباح الخير. صباح الفل على عيونك يا حبيبي. انت الوحيد يا طيب اللي ما بتغلبنيش في صحيانة. عارفه ليه؟ ليه يا طنان؟ انا اصلا ما ببقاش نايم يا اما. يوه ليه بعد الشر؟ ابنك يا ماما طول الليل عمال يشخر واصوات من مناخيره مرعبه، كوابيس طول الليل يا ماما. معلش يا ضنايا، شقيان من قله الشغل. صح المزغوده؟ ايوه. روح اللي نايمه هنا دي اساسا. انت بت ونار قومي. استغفر الله العظيم يا رب على الصبح بقى. بص يا طيب انا بحذرك، لو لمستني تاني هصوت وهعلي صوتي واخلي بابا يجي ينكد عليك دلوقتي بقى. يلا يا اختي يلا عشان ما تاخرنيش. وانا هاخرك ليه يا عم؟ انا عيله صغيره هتجرني تاخدني على المدرسه؟ انت غريب قوي. انا مش هخلص منك، اروح اغسل وشي. يا مزغوده في جنابك الاثنين. صح القتيل ده اخوك يا بنت وخايف عليكي. خايف عليا ليه؟ من كتر العربيات اللي رايحه داخله في شارعنا؟ يا اختي بعد الشر، ربنا يكفيكوا الشر. العربيات بتفرمل وما بتدوس حد، لكن القطر والعياذ بالله ربنا يسترها عليكم يا ضنايا بيدوس وما بيفرملش. والنبي يا ماما انا نفسي اسالك سؤال. اساليني يا حبيبتي. احنا ليه بجد يعني ساكنين في البيت ده بالذات؟ يعني انا قعدت ادور على ميزه واحده، احنا ليه قاعدين انا مش لاقيه. لا في ميزه كبيره. وما تبقيش تبوقي كده تاني مره. ايه يا ماما؟ الميزه اللي في البيت ده انه ده ملكنا احنا، بتاعنا. اتفضلي يلا جاتك شوطه، روحي غوري البسي الشبشب. يلا يا بنت ما تبصيش كل يوم كده الصبح. يا بنت انا بشوف حكايه الشوال ده اللي نايم. توحه يا توحه حبيب امه يا فتحي يا فتحي. يما 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 يما. ايه ولا انت هتغنيها لي ولا ايه؟ يما انت بتصحيني بس ليه يما؟ هو انا هروح المدرسه زي اولادك؟ لا يا دنايا تروح شغلك. لا خلاص يما، اصل خلاص يما اترفدت من المحل البقاله. اترفدت ليه يا فتحي؟ من تفاصيل يما، ايش جبنه، ايش حلاوه، ايش زيتون، خلاص إشي خلاص يما، خلاص يما انا طفس يما. عايزه حاجه؟ سيبيني انام بقى، ابوس ايدك يما. يا واد لو ابوك صحي ولقاك لسه نايم هيزعق لك. ما انا يما مش عايز اصحى، خايف يشوفني، اصله اول ما بيشوفني بيقعد يقتت فيا ويقول لي بقى نايم ما بتروحش تشتغل والكلام ده. اما انا هنام ها، واول ما يمشي تصحيني على طول عشان انا جعان. يا حبيب امك جعان يا ضنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرماً يا منصور. جمعاً شكراً الله يكرمك ويبارك فيك. يا اخويا عشان تلحق تفطر وتنزل شغل. انما ريحه العدس عامله جو جامد قوي. ما شاء الله ما شاء الله. بيني وبينك الشتا ده احسن علاج لي العدس. الف هنا وشفا. تسلمي تسلمي. يلا يا اخويا هنا وشفا. الله يبارك فيكي. روحو. بقول لك يا منصور، ما تشوف يا اخويا شغلانه لابنك فتحي من ساعه ما ساب محل البقاله وهو نايم على طول في البيت. لا انت هتنكدي عليا ليه بس؟ ما احنا كويسين. هتشيليني هم فتحي ليه؟ هو فتحي ده لسه عيل، ده ما شاء الله مخلص جيشه. وانا من دوره كده كنت متجوز ومخلفه. يا منصور الزمن غير الزمن يا اخويا. لا ازاي بقى؟ بالعكس ده زمن انفتاح اقتصادي، الناس بتجيب القرش من الهوى. هو بس ابني اللي خم نوم. انا لولاش متأيد ومتكتف بالوظيفة كنت عملت عمايل. ما انت عليك كلام يا منصور، ما تعمل يا اخويا حد حاشك؟ لا، العين بصيرة والايد قصيرة يا توحة. العمايل اللي زي دي بتبقى محتاجة فلوس، وانا كل اللي احتكم عليه 3000 جنيه اول عن اخر من ورث ابويا الله يرحمه، ودول بقى مش بتوعي انا وانت، دول بتوع عيالنا بصراحة كده. ولا انت ناسية ان احنا عندنا عيال في ثانوي واعدادي؟ صباح الخير يا استاذ منصور. ليه يا راجل ما بتصبحش على ليه؟ على راي المثل صباح الخير يا جاري، انت بحالك وانا بحالي. صباح الخير يا معلم عاشور. ايه مالك؟ في حد مزعلك منينا ولا حاجه؟ لا لا لا، اعوذ بالله، بس هو شويه مشاكل في الشغل، ما تاخذنيش ولا مؤاخذه. استاذن عشان الاتوبيس وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا معلم؟ بدي ليه؟ ما يغور. انت اصلك بدك فاهم حاجه. انا بنيت الدار دي على الطريق بعيد عن الخلق عشان اتقي شرهم. يقوم حظ العفش يجي منصور ده ويسكن جاري، عشان في الجايه والرايحه هي المحنه. ودي فيها ايه دي يا معلم؟ فيها ايه؟ انت حمار ولا فاهم حاجه؟ فيها انه ممكن يلمح ويشوف اللي الحكومه لا شافته ولا لمحته، تجيب لنا وجع الدماغ. عشان كده كل يومين ثلاثة باخد ودي معاه في الكلام عشان اطمن. انت ما تخافش من منصور يا معلم، ده راجل كافي خيره وشره. انت تخاف من ابنه فتحي، اصله مدردح حبتين ولا مؤاخذة، يعني عامل لي فيها ابن بلد. يبقى نفتح عينينا ونشوفهم هما التنين عشان نطمن. استر يا ستار. ايه هذا؟ يا معلم تاخد وبتد معايا في الكلام ليه وسايب شغلك؟ يلا امشي، روح من قدامي، امشي. ماشي. ايه يا اما؟ الفول والطعميه دول مقررين علينا كل يوم؟ لا يا دنايا، صرفنا لك النهارده عدس وبتنجان. عدس؟ اه عدس، ماله العدس؟ هو ده اللي يقعد في معدتك ويصمت في بطنك. ايوه، انا قلت هتعتق منه لما اخلص من الجيش، لكن يظهر ابويا بقى ناوي يقلبها معسكر. احمد ربنا، ولا تصدق ان انت ما انتش وش نعمه. كنت معذوره يا اما، ما شفتيش الناس بره عايشه ازاي؟ بره ايه وجوه ايه ولا يا فتحي؟ ما تحسن ملفظك يا ولع الصبح. بيتنا وملكنا وبابنا ومقفول علينا وبالنا مرتاح. بيتنا؟ وده بيت يا اما، ده بيت، ده منفى يا اما، منفى يا واد. عيب، ده انت 5 دقايق تعدي شريط السكه الحديد تلاقي نفسك على الاسفلت. يعني هما اللي ساكنين على الاسفلت احسن مننا يا اما؟ ما تشوفي الفرق اللي بيننا وبين المعلم عاشور الفكهاني. هو بيفكر صح، الشارع البيت بتاعه على طريق عمومي في مكان له مستقبل. مش ابويا، الشارع بيتنا ده في مكان مهجور. يا فتحي يا حبيبي، على قد لحافك مد رجليك. لا لا ياما، اللحاف كان كبير ويغطينا كلنا، بس ابويا بقى عشان يوفر قص اللحاف. اسكت يا فتحي، النبي ابوك ده صعبان عليا، ده ندمان ونفسه النهارده قبل بكره يبيع البيت ده. بس مين يا ضنايا اللي هيشتري بيت مبني جنب المطار، ولا حتى هيلاقي جار جنبه يونسه؟ بقول لك يا اما، لو جبت زبون للبيت يعني يشتريه، تقنع ابويا يبيع؟ يوه يا ريت، بس مين اللي هيشتري يا ابني بيت مبني بالشكل ده؟ واحد ياما مش محتاج بيت يسكن فيه، محتاج بيت يعمله مخزن. تقصد مين يا ولد؟ المعلم عاشور ياما الفكهاني. بصراحه كده انا من مده بلاغي في الواد عبد العاطي الصبي بتاعه، اقنعته ان يعمل البيت بتاعنا ده مخزن اقرب بكتير من المخزن اللي هم واخدينه في 100 عقبه ودافعين فيه شويه وشويات. طب وانت يعني يا ولا فتحي كلام يتعقل كده، المعلم عاشور هيسمع كلام صبيه؟ ما دي نصيحه بقى ياما، دي البهلاوه ياما. التاجر ياما اللي يعني يشتري بيع خسرانه ما يشوشش عليها، لا ده يعززها كده لغايه ما يخلص من البيعه دي من غير خساره. طب يا ولا يا فهلاوي يا ناصح انت، يلا كمل اكلك وانزل دور لك على شغل، ابوك لما بيجي ويلاقيك قاعد في البيت بيتعفرت. ايه ياما؟ اعتبروني يعني لسه بكمل تعليمي، ما انا لو كنت دخلت الجامعه كان زماني دلوقتي في سنه رابعه. سنه رابعه ايه وسنه تمنه ايه؟ هو حد حاشك تكمل؟ خلاص خلاص ياما، خلاص في ايه ياما؟ ايه ده؟ ايه على طول كده؟ ما ياما من المصاريف بوفر لكم مصاريف ياما. اسم الله على المصاريف يا ساقط يا ساقط، اسم الله على ال50% مجموع اللي جبتهم. خلاص ياما، انت يا ابني عايز برايق. خلاص ياما خلاص والله ما تفتحنيش، ده هسد نفسي ياما. ولعلمك ياما بقى انا دماغي دي اكبر من اي جامعه. لعلمك ياما انت عارفه ياما، انت لو اديتوني يعني شويه فلوس كده شويه ميه في ايديا هخلي لكم الفلوس الجنيه في ظرف سنه يبقى 10 يا اخويا، ويبقى 20 و30 عشان افطرك جبنه نستون ويهديك يا فتحي يا ابن بطني يا رب. يا فندم المكتب بتاعي منضبط زي الساعه. ايوه يا فندم، والحمد لله تقارير التفتيش كلها في صالحي. أظن يبقى من حقي أطلب بترقيتي وأتنقل المركز الرئيسي. لا يا فندم، دي أكيد في مظاهرة في الشارع، مفيش حاجة عندي يا فندم. طب بعد إذن سعادتك هشوف إيه الحكاية. إيه في إيه؟ لا مؤاخذة يا فندم اتكتروا عليا. إيه بس اللي حصل؟ في إيه؟ دول أرباب المعاشات جايين يشتكوا الأستاذ محسن. يا باشا من يوم ما مسك بدل الأستاذ منصور ومحدش فينا بقى يقبض في ميعاده. هو فين الاستاذ محسن؟ تلاقيه في البنك بيصرف الشيك بتاع المعاشات. الشيك ايه يا ابني؟ الشيك طالع بقاله اسبوع. يا باشا احنا طالبين ان الاستاذ منصور يرجع تاني زي الاول صراف تاني. ايوه احنا عايزين نقبض من الاستاذ منصور ده، حتى ايده كلها بركه. ما ينفعش الكلام ده، الاستاذ منصور اترقى خلاص وبقى وكيل المكتب ده، وانا كمان اكيد لما اترقى هيجي يقعد مكاني هنا، يبقى ما ينفعش يرجع صراف تاني. لا الغي الترقيه دي. يا سلام، وده اسمه كلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزك تتصرف في المشكلة دي. طيب إن شاء الله نتصرف. اتفضلوا حضراتكم كلكم اقفوا قدام الشباك، واللي أندى على اسمه يجي يصرف إن شاء الله. ماشي يا أستاذ. سيطر يا رب. فطر. إيه معلش ما قلت بقى اللي غلطان، ما أنا قلت لك الأستاذ محسن ده ما ينفعش يبقى صراف، حضرتك بقى اللي ما سمعتش كلامي. هعمل إيه يا منصور يا أخويا؟ ما هو اللي جه وجاب لي 1,000,000 واسطة من رؤسائي علشان يمسك بدالك وياخد بدلات الصرافة. المهم إحنا هنجيب فلوس منين على ما بسلامته يوصل ويفتح الخزنة؟ ما تخليهم يجوا بكرة أحسن. حرام يا أستاذ رفاعي، ده أغلبهم ناس كبر في السن وما بيصدقوا يوصلوا لهنا، ده غير بقى إن نصهم أصحاب مرض. اللي أقدر أديهولك يا أستاذ منصور 1000 جنيه من الإيراد. حلوين أوي. أنا بقى هنقي الناس اللي معاشاتهم بسيطة وأقبضهم على ما بسلامته سي محسن ده يوصل، وتبقى سيادتك بقى بعد كده تصفي حسابك معاه، ويا ريت يا ريت تنقله من هنا وتشوف لنا بداله وجدع طيب كده وابن حلال وعنده قلب رهيف يحس بالناس. المهم اتصرف يا منصور يا اخويا والبركه فيك. شكرا، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه؟ حمل اللي في يدك وانزل اقف في الدكان شويه. لا اخويا مسعد كل ما يشوفني واقفه في الدكان يزعجلي. راجل هو بغير علاقته. وبعدين انت كبرتي وحلويتي. عموما زبون اول النهار قليل، يعني يمكن ما يدخلش المحل زبون واحد لحد ما راح جدتي توجل لك. وعبد العاطي غرفين، اول ما هتنزل له صفيه هيروح المخزن بتاع 100 عقبه يحمل شويه طباعه. سوق الفاكهه رايج، وانا معيش يجي عليا الليل تكون الفاكهه خلصت. انزلي على المحل يا بنتي وانا هطل عليكي من الشباك، بس اني ماليش دعوه لو مش هتزعلني. ها يلا يا بنت انزلي، اخوك مش هيعاود قبل المغربيه. حاضر. اسمع يا عاشور، انا عاوزاك توعي ولدك مسعد ما يمدش يده على البيت. البت ما عادتش صغيره دلوقتي. انا ما عكسش بخاطره، لازم أن يحس انه راجل وكلمته مسموعه. حكم انا رايح جتتي شويه، اول ما يجي المعلم ششتاوي صحينا. والولد هيجيب لك فاكهه ولا حاجه تانية؟ الحاجه التانية بتيجي كده في عز النهار. علياني يا عاشور. يعني ايه؟ يعني انا خابره، ما دام جبت الفلوس دلوقتي يبقى الولد هيجيب لك حشيش، صح ولا لا؟ صح. لعب عاطي، انت معزل ولا لعب عاطي؟ بلاش استظراف يا اخويا، بودي فارغ واجيب مليان من المخزن. طب يا راجل ما تكلم معلم عاشور كده يشوف لك مخزن قريب بدل التعب ده. ها؟ ولا اقول لك بسيطه، ما احنا ممكن نأجر لك يعني اوضتين عندنا كده، ولا ممكن يعني اقنع ابويا يبيع لكم البيت بدل البهدله اللي انت فيها. لا 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 انسى كده ارحم، لا مؤاخذه يعني بيتكم والناحيه الثانيه ارض زراعيه، ما ينفعش عربيات النقل بتاعت الفاكهه هتعدي من هناك. انا لما ازق التروسيكل قدامي ارحم من شل اقفاص على كتفي واعدي بيها السكه الحديد. ايه شايف القطر ياكلك؟ ده القطر يقرف يقرب لك. خفه وسع يا ابن منصور. بوسطه بوسطه. عارفه التفاح الاحمر ده يغير من خدودك. بقول لك ايه، ما نروحش، انت رايح فين احسن؟ هو انا لما بشوفك بعرف اروح ولا اجي؟ بقول لك الكلمتين دول ما يخلوش عليا. ها؟ طب تصدقي وتامني بالله انت اجمل واحده في عينيا. قولي بقى عليا اعمى ما بشوفش، عندي عمى الوان، لكن هي دي الحقيقه. انت اجمل واحده في الدنيا دي بالنسبه لي. يا ربي ما تاخد التفاحه دي تتسلى فيها بدل ما تتسلى عليا. يعني امسك صفصف 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 كده. طيب حبيبي ولا اعتذر، مش اقدر من كلمه ايه الحكايه؟ هم رفضوني ولا ايه؟ أستاذ محسن توي ما شربت يا أخويا. أهلا وسهلا. بقول لك إيه، روح هات لي 2000 3 وبعدين نبقى نقعد انا وانت نتحاسب عليهم في مكتب الاستاذ رفاعي. خلص يا استاذ محسن، اعمل معروف، خلي الناس تقبض وتمشي، خلينا نرتاح بقى. بقول لك يا استاذ منصور، اللي بتعمله ده مش صح، انت كده بتتعدى على وظيفتي. بقول لك ايه، وطي صوتك لحسن الناس دي لو سمعتك انت بتقول ايه هيقطعوك. احنا هنقدم فيك شكوى لمدير هيئه البريد كلها والتامينات والمعاشات كمان. روح بقى هات لنا ال 3000 جنيه، خلينا نمشي الناس الغلابه دي. بس انا ما معيش فلوس. ازاي الكلام ده؟ انت مش صرفت الشيك؟ اه صرفت الشيك، بس انا بسيب الفلوس في البيت، انا اصلي بجيب على قد صرف يوم بيوم. امال انت مستلم خزنه ليه؟ عشان تشيل الفلوس في البيت؟ هات الفلوس اللي معاك ونبقى نتقابل نتحاسب عند السيد المدير. معناته ايه ده يا استاذ منصور؟ مش هنقبض ولا ايه؟ لا ازاي؟ ده انتوا هتقبضوا كلكم، احنا بس بنجمع الايراد كله عشان تقبضوا واحد واحد. يلا ناديلي على الاسم التاني يا رجب. يا الف اهلا وسهلا بالمعلم سوستاوي. انت الرجاله؟ يا معلم عاشور، كيف حالك؟ انا زين والحمد لله، وجاهز لا كم يوم وهجيب لك بضاعه زين. تمام. ليه مش دلوقتي؟ انا محتاج البضاعه. ايه؟ خد الكام قفص دول مشي بيهم حالك دلوقتي. عبد العاطي، هلا عبد العاطي. نعم يا معلم. دخل الكام قفص دول جوه. حاضر يا معلم. ايه؟ الزم القائمة. حاجة بسيطة، 10000 جنيه. بس البضاعة الجاية هتكون ب 200000 جنيه. تقدر تشيل؟ عشان الصمت يشيل كدكده 10 مرات. لا يا ولد عمي، لم نفسك اليومين دول. ليه اليومين دول؟ السوق ماشي عاله الحمد لله. بس انا بلغني ان فريد البوهي انتقل لهناك. ويعني انا يهمني فريد البوهي؟ فريد البوهي خلي المعلمين الكبار في بولاق والجماليه قاعدين في بيوتهم زي الولايه، بيدعوا ان هو ينتقل من عند ايدهم. الكلام ده ما يخالفش على عاشور الصمتي. ولا انت ما خابرش من هو عاشور الصمتي؟ خابر يا ولد عمي، خابر، رجال ولاد رجال. بس فريد البوي ظابط واعر قوي، خليه يورينا همته. لا يا فندم، عاشور الصمتي تاجر فاكهه، كل التحريات بتقول انه من اكبر التجار، لكن للاسف ما قدرناش نمسك عليه اي حاجه لغايه دلوقتي. عملتوا عليه كام كبسه؟ 3 يا فندم، من غير نتيجه، مأمن نفسه. يبقى اكيد له عيون. اللي بعده ده بقى المعلم دندراوي، اتحكم عليه في قضيه تعاطي وبعدها مفيش اي اخبار عن نشاطه. ايه يعني تاب؟ الهدايه نزلت عليه مره واحده؟ لا يا فندم، هو ساب بيته هنا واتنقل لبيت تاني تبع قسم امبابه. وعلى فكره اللي اشترى بيته هنا هو المعلم عاشور الصمتي. قلت لي عمليه تبديل مواقع وتمويه. انا عايزك يا ايمن تعملي تحريات عن الاثنين دول، لان واضح ان في علاقه قويه قوي بتربطهم ببعض، وان راجل واحد هو اللي بيمونهم. تمام يا فندم، من بكره هحطهم تحت المراقبه. الابن عبد العاطي، حط طلبات سعاده البيه في شنطه العربيه. طلباتك يا معلم. شوف يا سعاده البيه، قفصين برتقال وظباطه موز، دول جدعنه مني ليك لزوم السهره بتاع الليله، اللي جوا الموز ب 200 جنيه. ماشي الكلام يا معلم، بس على الله تطلع بضاعه اي كلام وتضيع علينا السهره. ايه بس عدت البيه، عاشور الصمتي ما حداهوش بضاعه اي كلام، وبعدين انا كل زبايني رجاله محترمه زي سعادتك كده. اتفضل 200 جنيهم. تشكر. ابقى راضي الواد عبد العاطي، احسن بيتعب قوي، هو اللي بيجيب البضاعه من جنة لحد هناك. تعال يا عبد العاطي تعال، 10 جنيه مش 5. تشكر يا باشا عشان تنبسط. ها؟ ما يحرمناش منك يا باشا. ألف سلامة يا سعادة الباشا، ألف سلامة. إيه؟ مبسوط يا عبد العاطي؟ يخليك لينا يا معلم. بس مؤاخذة يا معلم، أنا عايز أسألك سؤال، إزاي بتعرف زباين الكيف من الزباين العادية؟ لا 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 لا، مالكش صالح بالحاجات دي، احسن الدغف اللي زيك لو عرف الطريق ده يقدر ناسه. يدرع على شغلك. يلا يلا هلا. سهلا يا مرحب يا مرحب يا مرحب بدار الهنا والسعد كله. الله الله الله. وايه الحكايه النهارده يا معلم؟ محبه والله العظيم لوجه الله تعالى. انا عبد العاطي. تعالى يا معلم. هات طلبات عمك منصور. يلا. طلبات ايه؟ انا ما طلبتش حاجه يا معلم عاشور. دول شويه برتقال وشويه موز، انما ايه يستاهلوا خشمك. لا معلش ما تاخذنيش، اصل بيني وبينك انا راجل ميزانيتي على قدي ومحدوده، ومعود اولادي كده ان احنا كل شهر ناكل فاكهه 3 4 مرات. سلام عليكم. يا سيدي دول هديه هديه مني ليهم، والنبي جابلي الهديه. كتر خيرك يا سيدي، معلش ما تاخذنيش، هديه من غير مناسبه تبقى ولا مؤاخذه رشوه. رشوه ايه؟ ترى ايه يا استاذ منصور؟ انت فاكر كده انك انت يعني مدير في المديريه وانا شغال موظف عندك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا معلم عاشور؟ خلي بالك انا كموظف حكومي ما اقدرش اقبل هديه كده من غير مناسبه، زي ما قلت لك تبقى رشوه، ورشوه يعني وراها ايه؟ مصيبه. السلام عليكم. ربنا يكفينا شر المصايب. يا سيدي امين يا رب يسمع منك ربنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو في يا معلم؟ انت بتضحكني ايه؟ امسك وتعالى جوه يلا. ولا مرة من يوم ما اشتريت البيت ده وقطر أسيوط ده سبقني قبل ما أعديه. زمان فتحية عرفت إن أنا وصلت. هو ماله قلق كده ليه يا معلمي؟ هو ده اللي قلقني منه، بلاغ من واحد زيه للحكومة هنروح في السين وجيم. عندي فكرة حلوة أوي يا معلم. قول يا تغف. أنا سمعت من ابنه فتحي ان منصور افندي اتورط في شراء البيت بتاعه وعايز يبيعه باي شكل. قصدك اشتريه واخلص من الجيره الهباب دي؟ يبقى عين العقل يا معلم، والبيت ممكن تستفيد بيه وتعمله مخزن للفاكهه المتكيفه. عندك حق. لنكفله على الفاضي. بس المصيبه ان الراجل ده شكاك، لو رحت اتكلمت معاه في بيع وشراء هيقعد يفكر مليون مره. يبقى ما فيش غير ابنك مسعد هو اللي يتفاهم معاه. اسمه المعلم مسعد يعني. معلم ابن معلم. يا ولا فادي يا ولا منفذ. غني ولا على بلدي. قوم يا وحدي. فتحي قوم يا ضناي يا فتحي. طب ليه؟ الله ايه يا ابني بتملك كاس ليه؟ الله ما تيجي وانت خد لك قلمين احسن، ابوك زمانه جاي. اعمل له ايه بس يا اما؟ اعمل له ايه؟ ادي له التحيه العسكريه ولا اضرب له بروجي؟ تصدق بقى لسانك لعوج ده هو اللي جايب لك الكافيه. ابوك لو جه ولقاك متلقح التلقيحه دي هياكل زمره رقبتك. بس اسكتي بس يا اما، انا مفروس منه ما بيمشيش الا بدماغه بس. ان شاء الله الدنيا هتخرب كلها، والحمد لله خربت. خربت ليه بعد الشهر؟ بقى احنا عايشين في ملكنا والحمد لله. ملكنا ايه يا اما؟ بتضحكي على نفسك يا اما. هو ده بيت؟ ده بيت يا اما، ده بيت. ما هو ابوك قال ان شاء الله يعني الحته دي تعمر والبيت ده يتباع بالشيء الفلاني. ابويا لو كان بيفكر صح ما كانش اشترى بيت في الحته المقطوعه دي. الله هو انت يا فتحي افكر في ايه يا ابني البكري؟ هبط مساء الخير يا فتحيه. مساء النور يا اخويا. ما تاخذنيش يا حاج، ما تاخذنيش، انت غلطت في شراء البيت في الحته اللي عمرها ما هتعمر دي. وايه اللي يخليها ما تعمرش يا ابو مخ تخين؟ لانها جنب المطار والسكه الحديد، وفي المنطقه دي ممنوع بنى بيوت عاليه. واحنا مالنا ومال العالي يا ابني؟ على رايك يا حاج احنا مالنا، احنا خلاص الحمد لله اتدبسنا، عمر ما حد هيجي يسكن وهنفضل لوحدينا هنا. انت واد قليل الادب، امشي غور من قدامي، امشي روح دور لك على شغلانه بدل قعدتك في البيت دي عاطل. معلش يا اخويا استهدى بالله، معلش اسبوع قعدته من غير شغل خلاص بقيت عاطل. ما تسكت، ما تحط لسانك في بقك، اهو ده اللي بيفور دمه، ترد عليه كلمه بكلمه. بقول لك ايه يا عمر؟ عايز ايه روح؟ انا واقع من الجوع يا ضنايا، خش احضر لك الاكل حالا. عامله لنا ايه بقى؟ عامله لك فته. ايه فته باللحمه؟ لا بالعدس. العدس؟ اه اكليها لابويا. يا ولد يا ولد يا فتحي يا ولد يفور الدم. معلش يا اخويا استهدى بالله، ابنك حبيبك. تصدق يا منصور الواد ساعات يا اخويا بيبقى معاه حق، انت اتسرعت واسترخصت، كان حقك برضه تشوف لنا حته كده في وسط العمار على الاقل تبني تحتيها محل البقاله اللي نفسك فيه. ماشي انا غلطان، غلطت، اعمل ايه؟ اتخدعت، معلش اعمل ايه بس؟ هدي نفسك يا منصور، انا اقول لك تعمل ايه. بص احنا ندور على حته ارض وتبنيها بالفلوس اللي فاضله من الميراث، بس على شرط تكون بعيد عن هنا. ما انت عارفه اني انا ما احتكمش غير على ال3000 جنيه اللي انت عارفاهم. الارض جوه رخيصه يا منصور، اهو تشتري حته الارض ب1000 وتبني ب2000 والباقي تقسطوا بكمبيالات. كل الناس بتعمل كده يا حبيبي، على بال ما ربنا يفرجها ونلاقي حد يشتري البيت ده. يا ريت يا ريت، بس يا ريت الاقي بيعه من غير ما اخسر فيها الجلد والسقط. قول يا رب وهي تفرج. اه يا رب يا رب، بس ازاي ازاي؟ ابنك فتحي ما بيغلبش، هو يقدر يلاقي زبون للبيت ده، بس انت توافق. موافق يابا. خبر ايه يا ام مسعد؟ انت عرفتي اني مسافر الليله عشانك دي عملتي لابويا حمام؟ انا خبر انك مسافر عشانك دي، قلت اعمل حمام عشان تتعشى بيه قبل ما تخرج، وكمان عمك الدندراوي جاي الليله، معقوله ينزل كده من غير عشاء؟ انا خابر زين انك هتديني فردة حمام واحده وعم دندراوي فردة حمام واحده وابوي بقيه الغايه كلها. يا ولد ابوك شكيان وتعبان، حط في عينك حصوه ملح. حاضر يا ماي هحط في عيني حصوه ملح. المهم فين البت صفيه؟ مش سامع لها حس ليه؟ بعتها تجيب خضار عشان اعمل شوربه خضار جنب الحمام والفريك. ياما جرت على البت دي شويتين، صفية ما عادتش صغيرة للنزول من البيت. قطع لسان اللي يقول عليها كلمة. صفية بنتي وشك ده؟ يما انا قلت حاجة غلط، بقول لك جرتي على البت شويتين. انت هتقول اجرة يعني البت سايبة، وانا بنتي مش سايبة. اسمع يا مسعد، حسك عينك تقول الكلام ده تاني، ما تعملش عليها راجل. أنا أولى بيها. حاضر يا امي، ما عملش عليها راجل، هفوتها لك. بس 3 بالله العظيم لو شفت على البت دي حاجه انا اكون ضاربها بالنار. قلبي امشي امشي لحسن امي تشوفها من الشباك الوراني، امشي. ما تخافيش امك واخده بالها مني ومطنشه، لكن ابوكي ده بقى يا ساتر يا رب. يا لهوي يا لهوي، ولا مسعد ماله أيضا من ناحية؟ طب أنا مين يطفي نار قلبي؟ امشي بقى يا فتحي امشي، بلاش كده بقى أمار. بقول لك إيه؟ أنت رايحة فين؟ رايحة أشتري الخضار. طب أجي معاكي أشيلك الخضار؟ ما تقولش كده عيب يا أختي. أجي معاكي يا أمار، أبقى معاكي وخلاص. لا لا امشي والنبي، الله لا يسيئك، أنا قلبي عمال يدق وخايف. سلامة قلبك يا نور قلبي من جوه. طب امشي 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 يلا بقى. يا جميل يا جميل مش هتمشي جاري كده. طب بقول لك إيه؟ أنا هسبقك ها؟ هسبقك ها؟ بس ما تأخريش عليا ها؟ يا صفية تأخرتي ليه؟ أنا مستني بقالي نص ساعة. الله يخيبك. ها وبعد العصير؟ نشرب بس الأول العصير كده ونطفي نارنا وبعدين بقى نقعد نشوف هنعمل إيه. ولا بعدين ولا قبلين، أنا شربت العصير عشان مش عايزة أكسب بخاطري، فاهم؟ لا 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 لا. هتقعدي معايا كده نقعد نفضفض لبعض ونتكلم ونشوف. طب ده يا ابويا يشج بطنك بسكه البطيخ يا فتحي. انت فاكراني بتهدد ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى انا هاجي ابيت عندكم النهارده من غير ما ابوكي يدرك؟ يا سلام عليك، ده كان طلع عليكم بالطبنجه خلص عليكم كلكم. بقول لك من غير ابوكي ما يدرك واجي بقى عندكم النهارده، بس انت ايه افتحي لي الشباك اللي ورايا. يا لهوي هتعمل زي الحراميه؟ حرامية ايه؟ احنا هنطلع سطوح نتكلم ونقعد براحتنا كده والقمر يونسنا والنجوم تشهد علينا. باين عليك بتتفرج على السما كتير. فاكراني كدابه ولا ايه؟ طب انا هجيلك النهارده وهستناكي فوق سطوح بيتكم. بص عليك يا فتحي، انت فاكرني فجر عشان استغفر لابويا وامي؟ امسك. ايه هتعملي ايه؟ امسك تمن كوبايه العصير ومش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهم؟ صفيه صفيه اوعى. انت يا بت يا بت بت يا صفيه. اتفضل يا معلمي. ايه تروح ولا تتصرمح زي قرايبك؟ معزوم في فرح في متعوبه. طب هو هتبيع حاجه كده ولا كده؟ انا عايزك نظيف زي ما ولدتك امك. عيب يا معلمي، انا اعرف ابيع حاجه. ايه خليك كده، طور الله في برسيمه. حكم البلاوي ما بتجيش الا من العيال اللي زيك. عيب يا معلمي، تصبح على خير. انت من اهله. يا مرحب بالمعلم دندراوي، زدت الرجاله. كيفك يا معلم عاشور؟ الحمد لله. ام مسعد عامله لك شويه وكل يستاهل بقك. اللي جاي لك فيه اهم يا عاشور. يا راجل ما فيش اهم من تشريفك ليا يا جوز اختي. فريد باشا البوهي اتنقل هنا ومصمم يوصل لك. يوصل؟ اهلا وسهلا. ما يحركش شعره في راسي، ده ناشر الصمطي. قال لي انت ما خابرش من هم ولاد الصمته؟ خابر، رجاله ولاد رجاله. امال انا سبتكم ليه؟ وما يخلفوش غير رجاله. تعال يا مسعد، سلم على عمك دندراوي جوز عمتك صفيانه. كيفك يا عمي؟ نورت دارك. ازيك يا مسعد؟ اهلا. شايف الواد ده أجدع من 100 راجل، يجيب البضاعة ويتويها لحد يركبه. ربنا يخليهولك ويطرح لك البركة فيه وتشوفه تاجر مخدرات كبير قد الدنيا. اسمع منك ربنا. يا نعسة، أم مسعد. أيوة يا معلم. تعالي ما حدش غريب. ده دندراوي جوز اختي وانت عارفه معزته عندي. كيفك يا ابو مسعد؟ بخير ان شاء الله. تسلم يا اخوي. كيف حال صفوان؟ بخير الحمد لله. بتسلم عليك كتير والله. نعسه، عايزين شويه وكله على كيفك وعلى قدر غلاوه دندراوي عندي. كله جاهز يا معلم. باذن انا يابا اشوف مصالحي وما تقلقش عليا. باذن يا معلم. ويجي السلامه يا ولدي. بقول لك ايه يا معلم عاشور، مش عايزك تستهون بفريد البوهي ده، واعر جاوه يا ابن اخوي وجمايله. طالت رجاله كتير من تجار المخدرات. اكيد ما كانش فيهم عاشور الصمطي. انا اعلم فريد البوهي ده ان عاشور الصمطي غير كل التجار. بقول لك ايه، وانت عامل ايه مع اهل مراتك؟ لساهم زعلانين وياك ولا صفيت وخلاص؟ بعت لهم انذار اول ما اوصل الصعيد يخلوا ارض مراتي ويسلموها لي. ما تفضها سيره يا عاشور وفوت لهم الارض يشبعوا بيها. ما هيقدروش على ثمنها. انا طلبت فيها 500,000 ومحدش راضي. خبر ايه يا عاشور؟ عايز 500,000 جنيه في حته ارض ما تساويش 50,000 جنيه. اللي عندي يورث الكفر يا دندراوي. لما اخوها واقف قصادي وفلت ضلوعه وقال لي اشتري ارض اختي، ضربت السعر في 5 لاجل ما اكسر ضلوعه ويفرجني هيشتري ارض اخته كيف. طب افرض انهم عطوك الارض، هتعمل بيها ايه؟ هتدخل وسط زراعتهم وتزرعها ولا هتنقل الارض وياك في بلد تانية؟ بالعافيه هدخل وهزرع ارضي وهقلع زرعتهم وهشتري ارضهم كمان لاجل يحرم اخوها يرفع راسك صاضي. لكن انت ايش دراك؟ عبد الرحيم اتوسط لي ان انا احل المشكل ده. بيتهيأله ان انا ليا خاطر عندك وانك انت ما هتكسرش بخاطري. ولد الفرطوس عرف كيف يضربني في مقتل. انا ما اقدرش ارد لك طلب لو حتى على رقبتي. يبقى خلاص تفض المشكل ده وتقبل 50,000 جنيه تمن الارض بما يرضي الله. اقول ايه ما دام اتشفعت له؟ ما اقدرش اقول تلت التلاتة قام. حاضر يا اخوي، اسافر واحل المشكلة لخاطرك. الوكلة يا نعسة.